تعرفنا معكم مؤخراً على أول سيارة ميني فان من لكسس اللي اسمها الام، والآن جاء الدور على شركة تويوتا اللي كشفت مؤخراً عن سيارة ميني فان فاخرة بتحمل اسم جرانفيا. هذه السيارة حتتسع لثمانية ركاب وحتكون مخصصة للأسواق الأسترالية حصراً في الوقت الحالي. وتم بناء الميني فان الفاخرة على قاعدة شقيقتها تويوتا هايس المخصصة للاستخدام التجاري. بتتشابه جرانفيا في كثير من تفاصيلها مع سيارة لكسس الام، وأكثر شيء بيميز الميني فان الجديدة هو مقصورتها المميزة اللي بتستوعب ثمانية أشخاص وبتتمتع بمقاعد مريحة مع تحكم كهربائي لجميع المقاعد. بالنسبة للتصميم الخارجي، بتعتبر تويوتا جرانفيا 2019 مزيج غريب بين الفان العائلية والفان التجارية، لأنها بتيجي بتصميم صندوقي وزوايا حادة لكن مع تفاصيل تصميمية أنيقة، مثل الشبكة الأمامي الضخم مع لمسات الكروم اللي بيندمج مع الأضواء الأمامية، وفي الخلف بتيجي السيارة مع أضواء خلفية على شكل حرف L. وبيقول نائب رئيس مبيعات تويوتا إنه جرانفيا مناسبة للجميع، سواء للي يبحث عن وسيلة نقل فاخرة أو فندق خمسة نجوم أو مجرد سيارة عائلية. من المؤكد إنه سيارة بهذه المواصفات ما راح تكون مطلوبة في جميع الأسواق، عشان كذا قررت تويوتا إنها تدشن جرانفيا 2019 في السوق الأسترالي مبدئيا مع محركات ديزل بشكل حصري، لكن ما نستبعد أبدا نشوفها في باقي الأسواق العالمية والشرق الأوسط لو حققت النجاح المتوقع في أستراليا. إيش رأيكم أعزائي المتابعين في تويوتا جرانفيا 2019؟ وهل بتتمنوا تشوفوها في أسواقنا العربية؟ شاركونا بآرائكم في خانة التعليقات، ولا تنسوا تضغطوا لايك وتشتركوا في القناة ليصلكم كل جديد في عالم السيارات.